الحقيقة هم احنا راح نبدي بالعوائل المدققة أمنيا اللي هي موجودة وساكنة بتكريت، تبدي تدخل، وهنالك إجراءات أمنية بالنسبة لبقية العوائل اللي ترغب بالعودة إلى المدينة. احنا مثل ما قلت لك بالبداية، هو فقط نحن ضد عودة أي مجرم، ومن هذا المكان ندعو القوات الأمنية والقوات والجهات الاستخبارية أن يكون التدقيق عالي، وأن لا نسمح بأي طريقة أن يعود أحد، وسنتابع الموضوع بشكل دائم لأن نمنع من عودة الناس المتطرفين والإرهابيين الذين أدوا بأهل هذه المدينة وبقية مدن المحافظة إلى يعني ضياع كبير دفعوا ثمنه غاليا.